السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم 1/6/2022 في مصر، سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في بنوك الأهلي المصري ومصر وبنك القاهرة كمان 18 جنيه و57 قرش للشراء، 18 جنيه و63 قرش للبيع. وسجل الدولار في البنك التجاري الدولي مصر نحو 18.57 شراء، 18.63 للبيع. وسجل السعر الرسمي المعلن من البنك المركزي المصري للدولار نحو 18 جنيه و53 قرش للشراء، 18 جنيه و64 قرش للبيع، فيما بلغ متوسط سعر البيع بصفة عامة 18 جنيه و54 للشراء، 18 جنيه و62 للبيع. من فضلك اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس ويدعمنا باللايك، يصلكم كل جديد وشكرا.